ارحم نفسك من الإيجابية السامة. اعملي إيدك كده. أول حاجة لازم تاخدي بالك منها هي السميات، وتاني حاجة المقارنات، وتالت حاجة العلاقات، ورابع حاجة التوقعات، وخامس حاجة الصدمات. دول أسباب عدم التوازن النفسي أو فقدانه. أنت عارفة أن أكتر حاجة خطيرة هي البوزيتيفيتي، الإيجابية. أخطر حاجة هي البوزيتيف توكسيك. التوكسيكتي موجودة حتى في البوزيتيفيتي. السمية موجودة في الإيجابية. تخيلي معايا إنك لما بتصحي من النوم أو قبل ما تنامي، كعادة أغلب الناس اللي بيسمعونا، بيقلب في تليفونه فيلاقي كل الناس مبسوطة وكل الناس هايلة وكل الناس بتتصور حلو وكل الناس مرتاحة وكل الناس مبتسمة وكل الناس تقول له أنت تقدر وأنت تعرف وأنت جامد وأنت ما حصلتش. هو طول الوقت حاسس إن عنده نقص. هو أنا ليه مش زي دول؟ هو ما يعرفش إن دول أغلبهم غير صادق، وأغلبهم بيظهر عكس ما يبطن، وأغلبهم بيداري الوجع النفسي اللي فيه بإنه يطلع أحسن ما فيه أو يمثل إنه كده فعلا. السمية في إنك طول الوقت تحاول تشحن نفسك إيجابيا. غلط. اسمح لنفسك بالحزن، ود لنفسك فترة إنك تبقى متضايق، اسمح لدموعك إنها تنزل، وارحم نفسك من تاني في طامة تعرض له الرجال العرب. ما ينفعش تعيط. غلط. عيط وكان النبي يستعيذ بالله من عين لا تدمع. معنى كده ان انا عايزك طبيعيه، عايزك عاديه، عايزك انسان عادي. طبيعي انك تبقى متضايق، طبيعي انك تقول لا مش هقابلكم النهارده، طبيعي ان الشخص اللي كل يوم بيكلمك يرزعك مجموعه من السلبيات تقول له مش قادر اتحمل ده، طبيعي ان اللي بياخد منك مصالح طول الوقت وان اللي شايفك مصلحه اغلب الوقت تقول له كفايه عليك اللي عدى من وقت وانا مش قادر اكمل كده. ارحم نفسك من الايجابيه السلبيه. الثانيه، ما ترفعش سقف توقعاتك. ارتفاع سقف التوقعات بدون اعمده من الثقه هتخلي السقف يقع على دماغك. واغلب الناس عندهم ازمه ثقه بسبب ناس كتير عندها ازمه اخلاق. ما تجيش على مشاعرك وتروحي تديها لحد انت ما تعرفيش مدى ثباته والاتزان بتاعه قد ايه. مشاعرك زي الجنين، لازم تحافظي عليها، لازم تكتمل عشان تعرف تكمل. واوعي تدي مشاعرك لحد من غير ما تتاكدي هو اهل انه يصون المشاعر دي ولا لا. يعني مشاعرك زي الصدقه، وزي ما انت مطالبه في صدقه المال انك تتحري مين يستحقها، صدقه المشاعر مطالبه تدققي اكتر مين اللي يستاهلها.